تتجه أنظار العالم اليوم إلى اللقاء المرتقب والذي يعلن انطلاق منافسات مونديال روسيا 2018، حيث سيخوض منتخبنا السعودي المباراة الافتتاحية أمام منتخب البلد المستضيف. لقاء اليوم سيكون مختلفاً للطرفين، فهو بداية المشوار ونقطة الانطلاق، حيث يدخل الأخضر لقاء اليوم بعد أن خاض نيرانه الأخير أمس الأربعاء على ملعب لوجينكي، والذي سيحتضن مباراة الافتتاح. وشهدت التدريبات حضور رئيس الهيئة العامة تركي آل الشيخ لمتابعة آخر الاستعدادات وتحفيز اللاعبين. وعبر المدير الفني للمنتخب السعودي الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي عن ثقته الكبيرة في تقديم الفريق كل ما هو جيد خلال مشاركته في كأس العالم. وأضاف بيتزي أنه يشعر بحماس كبير للمشاركة في افتتاح المونديال، وأنها فرصة من الفرص النادرة في حياة أي مدرب، حيث وضع بيتزي ثقته بال23 لاعبا الذي اختارهم في القائمة النهائية. اللاعبين بدورهم أبدوا استعدادهم وجاهزيتهم التامة لخوض النهائيات. ويتطلع منتخبنا الوطني إلى كتابة التاريخ بالفوز على المستضيف في مباراة الافتتاح، حيث لم يسبق وخسر البلد المنظم المباراة الافتتاحية في تاريخ بطولة كأس العالم. من جانبه خاض منتخب روسيا نيرانه الأخير يوم أمس، حيث يعاني منتخب روسيا حالة فقدان الثقة من جانب الجماهير ووسائل الإعلام بعد النتائج المتواضعة التي حققها في المباريات الودية التي خاضها استعدادا للمشاركة في المونديال، حيث لم يتذوق طعم الفوز منذ أكتوبر الماضي. الطرفان سبق وأن التقيا مرة واحدة عام 1993 للميلاد في مباراة ودية انتهت لصالح الأخضر ب4 أهداف مقابل هدفين.